من المسافة البعيدة ومن الداخل أيضا هي قرية ساكنة آمنة لا تختلف عن غيرها من قرى فلسطين. عدد سكانها لا يزيد عن 1500 نسمة، وتشتهر كما تشتهر بقية القرى الفلسطينية بكرم ضيافة أهلها وتواضعهم أيضا. لكن داخل كل منزل هنا ووراء كل سور في كل حي حكاية مرتبطة بالساحرة المستديرة. ففريق القرية قرية أدنيس هو أحد أشهر فرق الكرة في فلسطين وأحد أكثر قصص كرة القدم غرابة في العالم كله أيضا. تخيل نفسك لاعبا وإلى جانبك شقيقك الأول ومن أمامك الثاني ومن خلفك الثالثة والرابعة وربما الخامس أيضا، وإن كان بينكم غريب فإن مسافة الغرابة قرابة سيكون الغريب ابن العم أو الخالي أو الخالة. هكذا لعب ويلعب فريق أدنيس مبارياته، وبهذه الخلطة المتوارثة من فريق العائلة الواحدة تمكن من التتويج بعدد كبير من البطولات المحلية في فلسطين وخارجها. يبلغ عدد سكان قرية أدنيس الآن حوالي 1300 نسمة، ولكن قبل 40 عاما من الآن لم يكن العدد كذلك، كان تقريبا منتصف هذا العدد. ورغم ذلك تميز نادي أدنيس منذ تلك السنوات بأنه خرج عديد الأجيال المتميزة في لعبة كرة القدم. كرة القدم في أدنيس تولد مع الولد، والولد يولد أيضا وفي يده كرة القدم. على مستوى التأسيس لا يعتبر من الأندية القديمة، فقط في العام 1984 عرف نادي أدنيس النور، وأمام عمالقة اللعبة في فلسطين خرج كأنه لا يعرف شيئا، فعاد منتصرا في كل مرة من أكثر معاركه ضراوة أمام هذه الأندية الكبيرة. بطولة كأس فلسطين في العام 2000 كانت أولى البطولات، ثم ماذا؟ الكثير من الألقاب المحلية، وأبرزها أول بطولة دوري منتظمة في العام 2008، وأول فريق فلسطيني يشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للأندية، وأول فريق فلسطيني يحصد النقاط أو يحقق الانتصار في البطولة ذاتها. نادي أدنيس تأسس سنة 1984، فكانت بداية كثير صعبة وكان في رغبة كبيرة لأهل القرية في تأسيس نادي رياضي في منطقة جنوب بيت لحم في قرية أدنيس اللي هي ما حد كان يعرفها إلا من خلال النادي وتأسيس النادي. فمن خلال النادي بلدتنا أو قريتنا بدأت تشتهر وصارت يعني جميع الأندية طالب إنه أدنيس نلعب مع أدنيس من رام الله لجنين للخليل لنابلس. فكانت بداية صعبة كثيرة، وكان عدد سكان أدنيس في ذاك الزمان تقريبا 750 نسمة. فكان في البداية إخواني 12 أخ إحنا في العائلة، فهذا اللي شجع، فكان 12 كلياتهم هويتهم لعبة كرة القدم. أبناء خالي إخوالي نفس الشيء، كانوا خمس أشقاء. أولاد عمي كمان 4 أشقاء. فالتمينا وعملنا نادي وصرنا نصول ونجول على مستوى الضفة الغربية، والحمد لله رب العالمين الأمور مشت معانا. الإنجازات مرتين حصلنا على الدوري الفلسطيني، وثالث مرات حصلنا على كأس فلسطين وكأس السوبر برضو كمان حصلنا عليه سنة،
والحمد لله رب العالمين، وكثير بطولات وإنجازات عندك تصور في النادي والله ماني متذكرهن، يعني أكثر من 60 بطولة. بطولة أريحة الشتوية أنتم ما لحقتوهاش، كانوا يجوا أندية من الأردن نكون يا بطل يا وصيف فيها، فالحمد لله رب العالمين أمورنا مشت وسالكة لحتى اليوم. شاركنا في كأس الاتحاد الآسيوي وكنا الحمد لله رب العالمين دخلنا المجموعات مباشرة وحققنا إنجاز منيح ومشرف. النجاح وسر النجاح التكاتف الأسري، يعني قبل ما يكون الاحتراف كان الوضع عندنا لسه أفضل في التكاتف. ليش؟ صاروا مثلا زي أشرف نعمان، بتعرف أشرف نعمان يعني أحسن لاعب كان في الضفة الغربية، يعني لما صار الاحتراف لعب برا، لعب في السعودية، لعب في الأردن، فكان يعني وتوفيق علي طلع عندنا من الفريق كمان، لعب مع شباب الخليل، لعب مع أندية فلسطينية، فشوية قلت الإنجازات. بعدين أعمار اللاعبين اللي هم إخوتي وأبناء العمومة كلياتهم كبروا في السن، اتميزوا بالروح أول شيء والروح القتالية، وعشانهم عائلة واحدة وأسرة واحدة، يعني كان لما ننزل في الملعب رجال ونطلع رجال، ما فيش يعني هذا يميل على هذا، من يسجل هدف من مسجلش هدف، فكانوا كليات الفريق برئاسة طبعا والدي. بعد والدي استلم أبو عماد، سليم أبو عماد يعني استلم النادي واحتضن النادي ودعم اللاعبين، وكان يعني من يدفع يعني شهريا ما يقارب 30-40 ألف شيكل من ماله ولا يزال، هذا الحكي اللي بحكي لك ولا يزال. فيعني لما اللاعبين وأي نادي لك دعم معنوي ومادي بظل ناجح. تميزه اللافت جعله يوقع على توأمة تاريخية مع نادي الترجي الرياضي التونسي في العام 2010، فأصبح يحمل اسم ترجي ودنيس، ومنذ ذلك التاريخ كون النادي شراكات كبيرة ولا سيما مع جمهور النادي الأكبر في تونس الخضراء. زار ترجي ودنيس دولة تونس وحمل ألوان الفريق التونسي في الكثير من المناسبات، الأصفر والأحمر صارت ألوان الفريق في مواسم مختلفة. ومن منتصف قرية وادي النيس طبعا نتواجد حاليا مع ثلاثة من بين وجوه هذه القرية، وأيضا اللي يعني فعليا عندهم زوايا مختلفة كيف بيشوف فيها فريق وادي النيس وفريق كرة القدم طبعا التابع لنادي وادي النيس الرياضي بالأساس. فبنرحب بإخوانا اللي هم الثلاثة. أول شيء راح نرحب بالأستاذ هاني أبو حماد واللي يعتبر طبعا واحد من بين المشجعين المخلصين مع فريق ترجي وادي النيس واللي تواجد معه طوال سنوات ماضية وآزره في مباريات عديدة. أبو محمد أهلا وسهلا فيك، كيف أمورك؟ الله يرضى عنك. طبعا صالح حماد كمان واحد من بين وجهاء القرية، أبو محمد كمان كيف أمورك؟ الحمد لله. وادي النيس شو وضعها الأيام؟ حلوة؟ وضعها ممتاز جدا الحمد لله، ودائما مميز هاي القرية إن شاء الله إنها بتظل مميزة إن شاء الله يا رب. طيب وعامر طبعا عامر أخونا كان عن التعريف، عامر حماد طبعا أو أبو حماد اللي هو يعتبر لاعب سابق في نادي ترجي وادي النيس. عامر أهلا وسهلا فيك، ويعني زمان ما شفناش بعض بالملاعب لكن نتواجد هلأ بوادي النيس عشان نحكي عن ترجي وادي النيس. حياك الله، تشرفنا بوجودكم بطاقم التلفزيون فلسطين الرياضة الفلسطينية، واهلا وسهلا فيكم في بلدكم وادي النيس. يا هلا فيك، يعطيك العافيه. طبعا هي احنا تعودنا في الحلقات الماضيه حتى يعني هل كانت بتكون قاعده عربيه ابو محمد، يعني ما فيها سؤال والله متى تاسس وادي النيس او مثلا ما هو عدد البطولات، لا هذا بنخلي للناس اللي بيحكوا بصوره رسميه نوعا ما، بس انا حابين هلا ندردش مع بعض، حابين نعمل دردشه بسيطه نحكي عن وادي النيس كفريق كقريه وبرضه عن نادي الاكبر عمرا. نبلش معه بصير محمد بعد اذنك مع اخونا صالح. نحكي عن يعني لا شك انه لما تاسس وادي النيس تاسس في سنه معينه، لكن نعم. شكل هذا التاسيس كان له ذكرى بالنسبه لك انك عشت هذيك الايام مزبوط؟ نعم كان ذكرياته حلوه وبتضل تعن في البال
البطولات اللي قدمها نادي وادي النيل ما كانش سهل لأي فريق يقابل نادي وادي النيل، وكنا نخوض بطولات عديدة من الشمال للجنوب ونأخذ البطولات، كان سدسيات ولا الـ11 الملاعب العادية. الحمد لله رب العالمين، والله يوفق حجنا أبو علي اللي كان داعم لهذا الفريق، وكان بده يتظهر هذه القرية لأنه عدد سكانها في 84 ما كانش يتجاوز عن 700 نفر. طب بس بدي اقاطعك معلش، وقت لما تأسس الفريق شو كانت الفكرة؟ ليش أسسوه؟ ليش عملوا نادي؟ الفكرة كانت إنه بدنا نحيي اسم هذا البلد بالفريق. فكنا نسمع عن نادي الخضر، كان بطولات عظيمة كان ينجزها فريق نادي الخضر أو نادي الإسلامي أو بيت جالة أو بيت صحور. كنا نغار ومنشان نتقدم ونلحق هذه الفرق، وإن شاء الله ربنا بمد في عمره وخلانا نتحدى كل أندية الضفة، كرات الضفة عامة وعربيا كمان، عربيا طلع وشارك وآسيويا، طلعنا برا عجبوتي وحققنا أهداف ونصر وفزنا على جيبوتي وعلى جزر الكمر. فريق عراق على الشرطة العراقي، الفريق فاز كمان على الجزيرة الأردني أو تعادل معاه، لكن عمل نتائج كبيرة. طيب هاي أيام كانت جميلة، تأسس الفريق كان الهدف إنه يعني تسمعوا الناس اسم وادي النيس. أبو محمد، هل سمع الاسم باعتقادك يعني بعد ما صار الفريق، هل الناس عن جد سمعت باسم وادي النيس أكثر؟ نعم صحيح، سمعت وادي النيس. كيف عرفت هذا الكلام؟ كيف حسيت إنه الناس سمعت فيكم أكثر؟ لانه باكي في زمان جرايد ويكتبوا عنا عن وادي النيس، يعني كانوا يروحوا على بيت لحم يشتروا الجرايد خصوصي شو نزلوا عن وادي النيس، شو حكك مثلا في الاسبوع شو انجزوه، باكي ينزلوا عنا في الجرايد. حتى بكينا يعني في كم من واحد يكروا لما يجيبوا الجرايد من بيت لحم، كل وادي النيس تتجمع حول المسجد ويسمعوا وينصتوا كانه في زي لو في شو ما يبكى يسمعوا دبة النملة تك على الأرض يسمعوها بس يسكتوا. يا سلام، عشان يسمعوا يعني الجرايد. يعني بيحكي إنه زمان لأنه ما كان في شبكات تواصل فيسبوك وغيره، كان الناس يعتمدوا على الجريدة. صحيح. وأنت برضو بتخيل لحقتهم من أول مباراة، يعني أنت لما تيجي تسأل هلا مشجع أنت بتشجع النادي الفلاني من إمتى، بيقول لك من 10 سنين، من 5 سنين، من 20 سنة، بس ما حضرش أول مباراة. لكن يمكن أبو محمد لأنه عمر، يمكن أنت حاضر أول مباراة بتطلع مزبوط، أول مباراة وثاني مباراة حضرتهم تقريبا. أنا حضرت كل المباريات بحضرهن، بس مش بتذكر، فيش عندي يعني مش ذاكرك. ذاكرتي مش قوية، بس إن أنت مش قوية جدا، بس حافظ شوية. طيب عامر، أنت صحيت على بلد تقريبا يعني عدد سكانه صغير، بالتالي قياسا بعدد السكان واعتماد القرية برضو على أبناء النادي، كان طبيعي إنه أي واحد ينولد يكون مشروع لاعب كرة قدم. كيف صارت القصة عندك؟ ومين من إخوتك أو من ولاد عم، يعني مين من العيلة كان يلعب رياضة غير عامر كمان؟ إحنا أهلا وسهلا أول شيء فيكم، الراحة فيكم. إحنا زي ما تفضل محمد، النادي تأسس في 84 وكانت بدايات صعبة، ويعني كانوا زي ما بحكوا بنعدوا على أصابع اللي أسسوا النادي، وتواصل الفريق وبالمرحلة مرحلة من الانتظار للثانية للثالثة، وزي ما أنتم شايفين إحنا لوين فريق وادي النيس وصل لمراحل، وفريق وادي النيس هو الفريق اللي يعني شرف فلسطين في التمثيل الخارجي. زي ما بتفضل إحنا لعبنا في جيبوتي وتأهلنا ولعبنا في الأردن ومع الجزيرة ومع الشرطة العراقي، يعني عربياً وآسيوياً. نعم شرفنا الكرة الفلسطينية الأمانة على أكمل وجه. طبعاً عامر، نرجع لموضوع عامر، كيف بلش فوتبول؟ أو يعني إحنا بلشنا في زي ما بيقولوا في الحارة، في الحارة وتدرجنا من العمر الصغير لمن اعتزلنا. إحنا بالنسبة إلي أنا، إحنا 12 أخ كعامر يوسف ما شاء الله. أسسوا الفريق 6 أشقاء هم اللي حملوا الفريق لعمر الاعتزال، جيل يعني زي جيل بيسلم جيل، اعتزلوا 6 فإحنا استلمنا 6 أشقاء ثانيين، ولا يعني على مدار 15 سنة سميح حسن وأبو رشيد خضر عامر غالب، فأولاد إخوتي يعني زي توفيق والكل بيعرف توفيق علي حازم عبد الله، هذول أولاد إخوتي يعني هم للحين بيلعبوا في الفريق،
والحمد لله رب العالمين وحققنا بطولات كبيرة. صحيح. طيب. وكثيرة كأسفل. عندي أسأل سؤال بضحك شوي بس، يعني فعليا في خلطة يا أبو محمد طبعا. يعني من الآخر في خلطة معينة بتنعمل في وادي النيس بتخلي أولادها يلعب فوتبول، ومش معقول أنا من 800 نسمة كانت عدد سكان يا دوب وقتها 600 عمل فريق يفوز على الأندية الفلسطينية، وده اليوم لليوم الفريق منافس بأولاد بلده، شو الخلطة اللي عملتوها؟ طلعنا الناس. الخلطة اللي عملناها أنا كثر المحبة لبعضنا البعض، يعني مش مهم عامر يوسف يجيب هدف، مش مهم فلان، الواحد اللي يجيب الهدف باسم البلد كلها. الجيبة واحدة ما هي؟ جيبة واحدة. كان الواحد يروح يطلع في الباص مش زي الفرق اليوم ومن زمان، كان يدفع هو جار التذكرة تبعته ويطلع في الباص ويقدم للواعي تبعاته لجيبته. واحنا يعني ضرونا اشي كثير من برا من الخارج دولتنا اللي هي تهاني ابو دكة وصلاح التعمري وكثير هم كانوا يعني نقول ناس لهم علاقة بالرياضة لهم علاقة من زمان ويجوا لما ناخذ بطولة معنويات اخذنا بطولات عدة يعني مش مرة ومرتين. تهاني ابو دكة لما جت هان ودخلت المنطقة ووقفت على المنصة قالت انا متعجل، انا يعني انا بشوف وادي النيس قد حارة من نابلس ولا من جنين ولا من هذا من الخليل من هذه المدن، كل يوم الجرائد بتنشر وادي النيس اخذت بطولة اخذت معنويات عالية لوادي النيس. انا بحسب انه وادي النيس مدينة محافظة زي نابلس. هي فكرتها كبيرة يا عامر بس انه اكتشفت انه هذول القرية متواجدين مع بعضهم ومأزرين بعضهم بكل المنيحة والكبيرة لبعضهم البعض مشان يظلوا متكتبين. يعني هذا بالنسبة لك كان سبب من الأسباب اللي خلت فريق وادي النيس يكسب. عامر عنده كلمة برجع لك محمد بس. بالضبط يعني كثر القرية صغيرة ما في فيها ما فيها اي شخص غريب، كلها كل سكان القريه من وادي النيس ما فيها اي واحد غريب، فالكل يعني الكل بيعرف بعضها ما في حدا بيعرفش الثاني، يعني كل محبه اخوه صداقه. هذا هذا برضه بيزيد يعني عندنا في يعني داخل الفريق في شيء انانيه زي ما تفضل محمد في شيء. وبعدين اخرى شغله يعني احنا الفريق الوحيد ما استقطبنا لاعبين من خارج البلد او من المحافظات عكس الأندية الثانية اللي بدعموا فرقهم بملايين الشواكل، فإحنا يعني أغلب سكان القرية بيعتم أيدي عاملة، يعني ما في رجال أعمال كبيرة ما في يدعموا الفريق، فمعتمدين على أهل القرية نفسها. طب هذا الكلام تتحملني أنا معلش بقاطعك بس، ما هو شو اللي خلاك تلعب يعني شو اللي خلى هاللاعيبة يكونوا متميزين بالفوتبول؟ أوكي محبتهم هذا ماشي بس اجاكم مدرب من برا واحنا مش عارفين مثلا بيوم من الايام والله تحضروا تحضر تمارين على الانترنت ولا شو بتعملوا؟ هذه موهبه من الله موهبه خلص طفى موهبه من الله يعني انا الي ابن اخو ابن الكابتن سميح عمره 16 سنه انا يعني الحين بحكي لك محمد سميح يوسف ابو حماد راح يكون نجم فلسطيني الاول يا سلام ابن اقسم بالله يعني انا من الحين يعني بقول محمد سميح راح يكون نجم فلسطيني الاول يعني موهبة من الله يعني ماشي انه طاح من الواحد بيجي يعني انه لا هي هيك تخلص ما طاحش من بطنه بلعب يعني لا طاح من بطنه ما بلعب اذا كله بيعرف يلعب احنا يعني زي ما تفضلت انها موهبة كل احترام. طيب ابو محمد انت بتروح على الملعب وبتشجع انا بعرف انه في اغنيات معينة لفريق وادي النيس بتنحكى له في الملعب بديش تغني على الاخر بس بدك تذكر لي شو اهم العبارات اللي بتحكوها في المدرج هلا قدام الكاميرا بتستحي بس في المدرج بتصرخ عادي والله مش تبع الصيحات مشي انا اوكي بس شو بغنوا شو بغنوا الجمهور شو بحكي والله بيغنوا كل شيء يعني شو ما تيجي على بالهم بكي يغنوا يعني بكي معنا الشبيب عادل بكي شو ما يغني نغني ورا رد ورا يعني مش شيء طب انت عندك انت عندك من غير ما نعمل دعايه من غير ما نعمل دعايه عاد انا بعمل عمالي عندك دكانه تمام بتسكرها بتروح تحضر مباريات؟ نعم صحيح طوال ليش طيب شو السبب؟ والله بكيت أروح 70 شغيل وأنا مسؤول عنهم وروحهم في البزط يوم يبقى في مباراة روحهم الساعة 8 يبقوا مروحين يا سلام والله عشان تلحق الفريق والله عشان تلحق اللعبة على النابلس أو على الجنين وشو السبب اللي بدفعك تعمل هيك؟ فأنا محبة من الله بحب الفريق بحب النادي وفعليا يعني قبل ما أنتقل أبو محمد
هلا انتم كقريه حكينا عن العامل اللي خلى الفريق يتاسس، انه انتم اسستوه عشان نسمع اسم القريه. نعم صحيح. آه وفعليا صاروا الناس يعرفوا وادي النيس من خلال وكانه الفريق. بس شو شعورك صار لما كمان لقيت وادي النيس بيلعب في البطوله الاسيويه، البطوله العربيه، لعيبه تروح على منتخب فلسطين؟ شعورك شعور كان كمان؟ شعور جدا مبسوط فيه. بيرفع معنوياتنا، بيرفع معنويات وادي النيس، بيرفع معنويات يعني اكثر الكره اللي حوالينا، بيرفع معنوياتنا الفريق. طبعا. طيب ابو محمد الاستاذ صالح، لما نسالك لو في قريه اجت تقلد وادي النيس وتعمل نفس تجربتها من اولاد البلد تلعب، باعتقادك ممكن تنجح ولا شو ممكن يصير معها؟ اذا في محبه وفي موهبه وفي شجاعه زي وادي النيس بتصير. وليش؟ مستحيل. احنا كنا شعب واحد وكنا يعني ان شاء الله مصبنا واحد. انا يعني افكر والله انا حاز ببالي على نادي سامي بيت لحم، لانه جيرانك هذول كانوا فريق مميز. لما المنطقه كلها محافظه بيت لحم فيش الا نادي ترجي وادي النيل، برضو مشكله. كان عندنا 4-5 نوادي في بيت لحم تلعب باسم المحافظه، يعني مش بكل واحد لحاله. انا بدي بلعب باسم محافظه بيت لحم عامه، وهذا بيشرفني. الانديه اللي نزلت واللي راحت لازم تعيد وتلحق زي ما سوى وادي النيل، تستفيد من تجربه وادي النيل. نعم. من محبه اللاعبين لبعض. نعم. طيب وكمان اللحمه ما بينهم قدروا ينجحوا ويكون في طفره فعليا. انا يعني حتى يمكن الكاميرات مش مطلعه كل شيء، احنا فعليا بنصور هون وتقريبا نص اهل وادي النيس على الاتجاه الاخر بيحضروا، يعني مجرد ما يسمعوا ايش عن فريق وادي النيس كمان كلهم بيكونوا موجودين. طيب اخر سؤال يا عامر، او بدي هيك رساله منك صغيره، لمين الرساله هاي لو انت هلا اجيت بنحطك مش شرط تكون مدرب وانما انسان هيك وقف في غرفه تغيير الملابس وامامك لاعبي وادي النيس اللاعبين هذول، وبدك تحكي لهم عباره معينه او تحفزهم يفوزوا في مباراه معينه كمان بغض النظر عن زمنها، شو ممكن تحكي للاعبي وادي النيس عن هذا النادي؟ أنا بدي أحكي لهم إنه النادي هذا تأسس يعني بصعوبات، والمسؤولين عنه وصلوكوا وحطوكوا على يعني زي ما بحكوا طبق من ذهب، على طبق قدموا لكم النادي على طبق من ذهب. هذا حكي بنحكي كثير في غرفة الملابس، يعني السؤال 100%. وكل يعني أغلب الوقت عبد الله أبو حازم أبو عماد بيحكوا هذا الحكي للعيبة الموجودين الحين، هذا الفريق أمانة في أعناقكم وتحافظوا عليه وتحافظوا على كلر وشعار وادي النيس اللي شرف فلسطين خارجيا وعربيا وداخليا، واللي هو زي ما بيحكوا ملك البطولات. فتحافظوا على اسم هذا الفريق يظل في القمه، وانتم على كد هاي المسؤوليه، وان شاء الله بالتوفيق لترجي وادي النيس اللي راح يخوض الموسم الجديد ان شاء الله. طيب انا بدي اشكر طبعا اخونا الكابتن عامر وابو محمد. حياك الضبل الله. تمام حياك الله. تروح تفتح الدكان كمان مره هلا حبيبي، يعطيك العافيه. بنشوفكم يا جماعه على خير. وادي النيس جميله وحبابه، واهله زي ما شفتوا كمان حبابين. انتوا شرفتونا. ورغم ما استمعنا إليه وشاهدناه في هذه الحلقة عن فريق ترجي وادي النيس ومحاولاتنا المستمرة للكشف عن سبب الطفرة المتميزة لأبناء هذه القرية وتميزهم بعد ذلك في لعبة كرة القدم، إلا أن السر لا زال غامضا، ولا زالت هذه القرية تحتفظ به وربما تحتفظ به أيضا إلى الأبد. ماضي وادي النيس كان متميزا، وعلى ما يبدو أيضا بأن مستقبل الفريق سيكون بطفراته المتتالية كذلك.